هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومائتين واثني عشر ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية مليون ومائة واثنين وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وسبعة وعشرين ألف شخص